البداية بالنسبة لنا حنايا كجمهور الفريق الرجاوي، البداية بدات من 9-10 بالنسبة على حساب المدرب. زعما بان لينا بعدا أنا المدرب نفضل مدرب محلي على مدرب أجنبي، حتى لا كان أجنبي يكون شي أجنبي اللي يكون عنده أصلا تكون عنده ديبلومات، يكون واصل النيفو ديالو، طالع عنده ألقاب، عنده بزاف ديال. اما بالنسبه للمدرب اللي جا انا بان ليا ما عنده لا القاب لا والو، راك شتي اللعب ديالو الماتش الاول، خسرنا الماتش الثاني العصبه بالزز باش تابعنا بواحد زيرو خسرنا هنايا. ولكن دابا المدرب جديد، نتمناو يكون شي مدرب اللي غي. انا بالنسبه ليا نفضل مدرب محلي، عندنا كاين جريندو، كاين السفري، كاين عبدوب، ولاد الفرقه نيت اللي غيعطيهم الغير عليها. انا ما كرهتش السفري ولا جريندو، واحد فيهم ما كرهتش. صراحة نشوف حنا كجماهير رجاء البيضاء اول ما غادي نسعى البيضاء ديال الفريق ديالنا، ولكن راه كتعرفوا الراجل ديما اودي بارك يبداو تسعة صور، ولكن شوف فينيسيو في الاخر من الاخر. انا كنفضل مدرب يا اجنبي يا مغربي، ولكن يكون ستيل دو جو ديال الرجاء، فهمتيني؟ يعني حكى البالون من الاخر، فهمتيني؟ وكنفضل من الاحسن يكون اطار وطني من الاحسن، حيت غيكون عارف المنظومه ديال الفريق الرجاء البيضاء وداك الشيء. انا كنفضل ستيل دو جو ديال الحيمه، ستيل دو جو ديالو بان افريقي صغار، فهمتيني؟ ملي غيجي الراجل وغيقال لي فليكسيف راه غادي ديماريو مزيان، هادشي اللي كنقول انا. ديما كنبداو او ديبار بحال كو في الاخر فينيس، فهمتي؟ مارونغ راك عارف الخاتيمه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، البدايه كانت خايبه كما شاف كلشي، جوج ديال الهزائم، ولكن اخر ماتش راك شفتي ثلاثه النقاط، بنادم تخلع البركان، راك عارف خوتنا الاخرين تخلعوا غير ثلاثه نقاط. المهم كنشوف بلي الرجاء قاده ترجع للمكان ديال الاولى، المرتبه الاولى، وان شاء الله غنمشيو مزيان من هذا الماتش. هذا هو الانطلاقه ديال هذا الماتش ان شاء الله. الرجاء خاصها مدرب اجنبي، المدرب الوطني ما كيعطيش. خير مثال الطوسي والطبقه ديال بزاف ديال المدربين دون ذكر الاسماء ما كيعطيوش اضافه. المدرب الاجنبي كيجي كيخدم واحد اللي ما يجيبوش، هو المدرب اللي كان اللي باع الفرقه على قد الفلوس، هذاك هو اللي ما يجيبوش. المكتب الا جابو راه عرف، راه مكتب ديال الاقزام ومكتب ما عندوش شخصيه. حيت مدرب دار لك تجمع في تونس، دار انتدابات، في الاخر مشى وخلى الفرقه على الفلوس. المهم يجيبو مدرب اجنبي يكون مزيان، شي بروفيل ناضي، شي بروفيل اللي كيلعب كره دراجه، وما يجيبوش لينا هذوك الاقزام ديال ماركي ورجع اللور، ولا بحال خونا اللي جابو الاخر كيعرف يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هادشي اللي طالبين، وان شاء الله ديما راجع الله يعلي الدرجه ومربوحه اليوم ان شاء الله. السلام عليكم. البدايه ديال الرجاء البيضاوي غير مشرفه صراحه، باش فريق يلا رجع من الدوبلي، وعشنا واحد الموسم اللي زوين، فرطوا في الركائز بالرغم من الغياب ديال الرئيس اللي الا كان ما داير حتى شي حاجه كنتمنوا ليه ربي يطلق سراحه، حيت صراحه هو اللي يقدر يرد الرجاء للسكه الصحيحه. ولكن المدرب مشكل كبير ديال المدرب، انا كنفضلوا مدرب اللي يكون محنك، ما حنا ما غندخلوش في الاختصاصات ديال اجنبي ولا محلي، المهم يكون عنده النفع الرجاء البيضاوي. حيت الرجاء لحد الان ما كنشوفوش الرجاء اللي كنتمناو، حنا بغينا ترجع لنا الرجاء ديالنا، حيت انا الرجاء ديال العام اللي فات تبقى الرجاء العالمي، وغتبقى هي النمبر 1 في المغرب كامل، وكل شيء كيتمنى يكون بحال الرجاء، وان شاء الله غترجع الرجاء وغنقولوا كلمه ديالنا ان شاء الله. ديما وكنتمناو التوفيق للمكتب المسير بالرئاسه ديال هاله، وان شاء الله خير.